وافق المجلس البلدي بالأغلبية على الطلب من وزير البلدية شايع شايع بتشكيل لجنة تحقيق محايدة في حيثيات عدم نشر قرار حصر أموال عامة والمتهم فيها مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السابق فهد الرجعان. جاء ذلك خلال جلسة غير عادية للمجلس ناقش خلالها التداعيات المترتبة على عدم نشر قرار المجلس في الجريدة الرسمية في حينه، والخاص بالموافقة على طلب النيابة العامة في هذا الشأن. تم عقد جلسة خاصة بناء على طلبنا وطلب 9 أعضاء من المجلس البلدي للتحقيق أو طلب التحقيق من وزير البلدية والوقوف على ملابسات قرار المجلس البلدي الخاص بأملاك فهد الرجعان وإصدار أو الإعفاء من شهادات الأوصاف. لذلك احنا ارتئينا أن هناك أخطاء كثيرة من حيث النشر والمضمون في هذا الملف، مما قد يفتح باب للطعون ويشكك أو يخل في موضوع البيوع التي ستقيمها النيابة العامة. لذلك المجلس بإجماعة 16 عضو تم التصويت والموافقة على طلب لجنة التحقيق من الوزير من جهة محايدة خارج البلدية للوقوف على الخطأ.